بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناس كتير قوي مش عارفة تسجل على المنصة، وشايفة الموضوع صعب. النهاردة هنشرح ازاي انت تقدر تسجل على المنصة، وبعد ما تعمل تسجيل الدخول بتشترك في الفصول في المواد كلها وتكتب الأكواد، وازاي ان انت مثلا تقدر تشوف الأسئلة اللي الأستاذ منزلها وتجاوب عليها، سواء ان انت ترد رد نصي او ترفق ملف، ترفع ملف مثلا من على جهاز كمبيوتر. او عشان نقدر نسجل هنحتاج حاجتين مهمين جدا لازم يبقوا معاك. اول حاجة كود الطالب. كود الطالب بنقدر نجيبه زي ما احنا شايفين كده من خلال الرابط التالي اللي هو study.emis.gov.eg، تمام. كود الطالب بنجيبه برقم البطاقة، وتاني حاجة اكود الفصول. كل مادة ليها كود، يعني انت لو عندك 5 مواد يبقى فيه 5 اكواد. طيب بالنسبة لسؤال عن كود الطالب برقم القوم وتاريخ الميلاد، بنضغط على الرابط ده وبيحمل معانا الموقع. نكتب رقم القوم وتاريخ الميلاد، نختار المحافظة، النوع، تسجيل دخول. ده طبعا الموقع واقع كالعادة فاللي معاه الكود كده وفى هنا كتير. بعد كده بالنسبة للكود الفصل وللعلم بقى، كل مادة ليها كود نقدر ناخدها من المدرسة، تمام، أو مدرس الفصل. والحاجة التانية إن احنا نقدر ندور عن المدرسة دي، أكيد كل المدارس عاملة جروبات على الفيس، ندور كده باسم المدرسة على الفيس ونشوف لهم جروب أو صفحة. ندخل نشوف هتلاقي معظم المدارس ليها جروبات واقفة. على سبيل المثال مثلا ممكن نشوف مدرسة زي التحرير الإعدادية بنات في دادوس، نعمل بحث على الفيس محبي مدرسة شهداء التحرير الإعدادية. طيب جميل، ليهم صفحة ولا جروب؟ ندخل على الجروب ندور. النت بطيء طبعا في مصر كلها مش عندي بس. لازم ندور كده، ندور ندور ندور. بسم الله. طيب دي الأكواد، عندك مثلا هنا الصف الأول التاني الإعدادي الأول والتاني والتالت، وكل مادة عربي إنجليزي دراسات رياضة علوم. كل فصل مكتوب مثلا اللغة، مدرس الفصل، كود الفصل. جميل. احنا على سبيل المثال مثلا عاوزين الصف الثاني، اول حاجة ناخد ملف كده تكست نكتب فيه البيانات عشان ما ننساهاش، عشان ما تضيعش تبقى مشكلة. نكتب مثلا الاكواد بتاع الفصول، ونكتب الاسم واليوزر نيم اللي هنسجل بيه، والباسورد اللي هنسجل بيه على الموقع، والكود اي دي كود اللي هو الكود الطالب. طيب ندور مثلا مدرسة تانية عشان نتأكد، مدرسة اسمها جانس هيلات. موجودة، ندخل على برضو الجروب بتاعهم. ادي الأكواد، رافعين الأكواد بتاع الفصول الأول تاني التالت، والمواد برضو عربي انجليزي دراسات رياضة علوم دين، كله موجود. حاسب عليه كله موجود، نسجل الاكواد دي اهم حاجة. طيب احنا كده حصلنا على كود الطالب وكود المواد او كود الفصل زي ما بيقول. طيب نعمل ايه بقى؟ بسم الله. اللي مش لاقي الاكواد دي بقى، او مش لاقي مثلا جروب او صفحه، ممكن يبعت ميل على الايميل اللي موجود ده، او يتواصل على الارقام دي. ده طبعا لو راح المدرسه وقالوا له في المدرسه ما نعرفش والكلام ده، لان في مدارس مع الاسف قالك ما نعرفش الاكواد ومديني كود الطالب، بقول له ما عايز كود الفصل بدون ذكر امثله.
المهم ندخل على المنصة اللي هي اي دي مودو، هو الاختيار كمل معانا. هي دي المنصة التعليمية الاي دي مودو، نعمل اشتراك في حساب مجاني. ده طبعا اللغة، اللي انت عايز تغير اللغة من تحت هنا يعني تقدر تغير، لو جه معاك انجليزي تقدر تغير عربي من هنا. نعمل اشتراك. الاشتراك طبعا فيه 3 حاجات، التيتشر اللي هو المدرس او الطالب او ولي امر، احنا هنختار طالب. الموضوع سهل وبسيط ومش هياخد 3 دقايق، مش محتاج ان انت تروح تدفع فلوس على حاجة زي كده. ليه تروح تدفع فلوس؟ دي فرصة استغلوها وخلي العيال تتعلم وتقدر تبحث وتدور. هنكتب الاسم الاول واسم العيلة، رمز الفصل، اي رقم او اي كود من الكود المواد الخمس. جميل. هنعمل اسم مثلا شاهد حسني، اسم الاول والثاني. هنكتبه هنا بالانجليزي، بعد كده لما نخش مبنى الاعدادات بنغير الاسم عربي رباعي عشان ايه يبقى معروف كده قدام الاستاذ. هناخد اي كود من الاكواد الخمسه، اي كود فيهم ونسجل بيه. هنعمل يوزر نيم، اليوزر نيم ده مهم جدا، هيبقى مثلا ام او اي شرطه اسم الطالب. ده اليوزر نيم ده مهم جدا، وكلمه السر الباسورد، يبقى اهم حاجه عندنا ونحفظهم عشان ما ننساهمش، اليوزر نيم والباسورد. بعد كده بيحمل بيقول لك ولي الأمر وكده، وده تخطي دلوقتي يعني. فتحت معانا كده الكنترول بانل أو لوحة التحكم بتاعة الشخص أو الطالب. جميل. موضوع سهل جدا وهايف، مش محتاجين تروح تدفع فلوس عليه. المهم هنختار الفصول أو الكلاس، علامة الزائد نضغطيها، نلتحق بفصل دراسي، ناخد بقى كود المادة التانية نكتبه ونعمل انضم. هتلاقي ظهر تحت اهو، واسم بيظهر بقى ايه اسم المادة والمدرس. هنعمل الفصل التاني دراسات، انضم، ظهر معانا. الرياضة نكتبها انضم، تمام. العلوم، جميل أوي، احنا كده انضمينا لفصول ال5 مواد. الدراسات الأبضة نجلاء، الرياضة أستاذ وائل، علوم أستاذ عزة، إنجليزي أستاذ ولاء، تمام، العربي أستاذ صفاء. نراجع مع بعض كده هنلاقي إن الأكواد نفس أسامي المدرسين عشان ما نشتركش في حاجة غلط. لازم تشيك والأكواد تكتبها صح عشان ما حصلش خطأ. طيب احنا كده جميل، عاوزين بقى نضيف ولي الأمر. لو ولي الأمر بيعرف يستخدم النت وكده ناخد الكود ده، أو عن طريق اللي احنا نكتب الإيميل بتاعه. حاجتين، جال التحقق بعد ما كتبنا الميل، نبعت إشعار. جميل أوي، كده وصل إيميل للوالد. استمرار، ضن. نروح نفتح الميل، نلاقي الميل جه. view all activity، المفروض انا بعمل كده بيخش على الكنترول بانل، وابقى انا كده كوالد دخلت مشترك واشوف ايه اللي بيحصل بالنسبة للدراسة مع بنتي او الصفحة دي. مش مشكلة عادي، بس هو كده لو احنا عملنا ريفرش او كده دخلنا على الكنترول بانل، لو دخلت بالاكونت بتاعي يفتح معايا عادي. انا فتح معايا هو وجايب لي البنتين اللي انا مسجلهم تحت. طيب انا دلوقتي علشان اقدر اعدل الاسم بدل انجليزي، لو كاتبه بالعربي من هنا من الاعدادات، نكتب الاسم الاول مثلا وبقية الاسم بكله بالعربي، اسم رباعي عشان الأستاذ يبقى فاهم مين ده، مين الشخص ده.
حفظ التغييرات، يقول لك اكتب الباسورد كتبنا الباسورد نقول له تأكيد كلمة المرور. تم حفظ الإعدادات، دخلنا على الكنترول بانل. الإعدادات دي اللي احنا نقدر نغير الاسم زي ما وريت قبل كده، دي الصفحة الرئيسية. دخلنا على الفصول، هنلاقي هنا في الجنب هنا أساتذة عاملين زي أسئلة مثلا، هنا بيقول لك اذكر العوامل يضاف على شدة الصوت. طيب احنا ممكن نقول فتح المهمة، من هنا بنقدر إن احنا نقدر نجاوب على الأسئلة دي. ممكن هنا بنقدر ان احنا نجاوب على السؤال، انشاء او ارفاض. ارفاض ده لو عايز نرفع حاجه مع الجهاز. هنا ممكن انشاء رد نصي، اللي انا اجاوب على نفس السؤال هنا بكتب على طول. جميل. او ارفاق، ان انا ارفع ملف من على الكمبيوتر او من على النت. او حقيبه الظهر، دي اللي هي زي ما احنا شايفين هنا ايه، جوجل درايف او ون درايف، اللي هي زي الكلاود كده، حاجة مثلا زي الفلاشة بس على النت، مش مالناش دعوة بيها. دخلنا على التاني، سؤال تاني برضو فتح المهمة، ونقدر نجاوب ده سؤال في الرياضة، الأبلة حطال عشان الطلبة يجاوبوا عليه على سبيل مثلا التجربة إن يعمل تفاعل. موضوع سهل جدا، وكنا كده تمينا الشرح. أي حد محتاج أي سؤال إحنا تحت أمرك 24 ساعة. عملنا جروب على الواتس، لو في اي حد واقف مع حاجه يكلمنا واحنا تحت امر، من غير فلوس لا كلا، محدش يدفع فلوس، ويسيب العيال تتعلم، دي فرصه واستغلوها. العالم كله دلوقتي شغال بالتكنولوجيا، الورقه والكراسه والكلام ده حاجه اساسيه، بس احنا لازم نستغل التكنولوجيا في رعايه الله.